اللغة اللي بتلزمني، مثل ما نحكي كنا نحكي سورياني عم نحكي عربي، وهلا بنحكي بورتوغيزي بنحكي انجليزي بنحكي شو ما كان. بس ما بتلاقي انه اللغة العربية هي رابط جدا اساسي؟ يعني بدنا نحكي عن ابسط الامور، التواصل بين شخصين، ان راحوا على لبنان ما بيعرفوا يحكوا عربي، ما رح يلاقوا حدا يتواصل معه. بس حيلاقوا حدا بيحكي انجليزي بيحكي فرنساوي بيحكي ايطالياني. ما بتلاقي لغة اساسية؟ لا، مش لغة. لغة هي وسيلة للتواصل، ممكن يكون عربي ممكن يكون غير لغة. بقى مش هذا الموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي إنه لبنان يسلم، ولبنان اللي بنعتبره أرض مقدسة وأرض نحن بنحج عليها، وبدنا أولادنا يحجوا عليها ويتعرفوا عليها. وهون مشكور كتير الجهد اللي عم تعمله المؤسسة المارونية للانتشار. أنا عندي أولاد اثنين راحوا تعرفوا على لبنان عن طريق من خلال برامج المؤسسه المارونيه للانتشار. بقى هيك مشاريع نحن بنشجعها وبنحب انها تستمر. وما في خوف ابدا انه نضيع. وانت شايفه اليوم انه ما حدا ضايع. كلنا متواجدين هون وكلنا على فرق التراب. شكرا لك، ميرسي.